السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، عواشر مبروكة بالصحة وبالسلامة باش ما تمنيتوا إن شاء الله. كنبغي نرحب بجميع الأخوات اللي التحقوا بالقناة، كنشكركم بزاف بزاف على جميع التعليقات اللي خليتوا ليا، كنقراهم كاملين وكنحاول نجاوبكم كاملين. شكرا بزاف من أعماق القلب لكل وحدة خلات ليا تعليق، شكرا جزيلا. اليوم ان شاء الله غادي نديكم لواحد المحل مغربي غزال 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 غزال، غتلقاو فيه اي حاجه بغيتوها ديال المغرب غادي تلقاوها. هادو بالنسبه للناس اللي ساكنين في اوتاوا، هاد المحل جاف كارلين، شارع كارلين اللي كاين في اوتاوا، وكيف ما كتشوفوا فهو كيبيع جميع المنتوجات المغربيه بدون استثناء، الكسكسو، السميده، المعن، الاواني المغربيه، المعن بجميع الانواع ديالها والاشكال، العطريه، يعني اي منتوج مغربي بغيتوه غادي تمشيو تلقاوه. انا صورت لكم جميع المنتوجات، يعني شوفوا غير الفيديو غادي تعرفوا بالتفصيل هاد السيد هذا شنو كيبيع. بالنسبة للأثمنة فهي عادية جدا، يعني فحال الأثمنة أي محل مغربي مشيتي ليه، حيتاش كاينين بزاف هنا في ماشي في أوتاوا، كاينين في كاتينو، يعني نفس الأثمنة فحال كاتينو فحال أوتاوا. وكاينين الناس اللي كيبغيو الطاجين، كيبغيو البراد، كيبغيو المقلات الثقيلة، هادشي كله غادي تلقاوه. واللي عجبني في هذا المحل هذا هو أنه نقي بزاف بزاف ومرتب، يعني من اجمل المحلات المغربيه اللي مشيت ليها. السيد ديالو ما شاء الله التعامل، هو والزوجه ديالو التعامل ديالهم في المستوى، واحد ترحيب، واحد الاداب، واحد الصواب، كيتعاملوا مزيان مزيان مع لي كليون. والمحل تبارك الله كبير واسع ونقي نقي بزاف ومستف ما شاء الله عليهم، زعما ستون غراند فيغتي باش يكون عندنا شي محل فحال هكا ومولاه مغربي وكيبيع منتوجات مغربيه هنا في كندا. وباش نوضح واحد المساله، هذا رايي الخاص، هذه ماشي كولابوراسيون. السيد ما قال لي لا ديريني في القناه لا حتى شي حاجه، انا صورت وبارطاجيت معكم حيتاش بزاف ديال الناس هنا في كندا كيبغيو منتوجات مغربيه وما كيعرفوش فين يلقاوها. بالنسبه للعنوان ديال هذا المحل غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، والناس هنا اللي في اوتاوا راه عارفين شارع كارلين، راه غتقلبوا على مروكن ماركت، وعندهم الصفحه ديالهم في انستغرام، انا غنخلي لكم جميع المعلومات. بالنسبه للاخوات اللي ساكنين في اوتاوا واللي باغين يمشيو ويتقدموا من هذا المحل هذا، بالنسبه للاخوات اللي كيقربوا اللي يقلبوا على منتوجات رمضان، فمني مشيت لقيت عنده الشباكيه، لقيت عنده الصفوف، عنده البريوات ديال اللوز، عندهم الزيتون المغربي، الهريسه، وعندهم ورقه البسطيله فحال ديال المغرب، هذيك الورقه ديال نعيمه حتى هي عنده موجوده تبارك الله، عنده زيت الزيتون ديال المغرب، الوزانيه، عيشه، يعني بزاف بزاف الماركات التجاريه وبزاف الانواع ديال الزيوت. وفي الصراحه غادي تمشيو ان شاء الله وغادي يعجبكم، ما غاديش تندموا، لان هذاك السيد والزوجه ديالو ما شاء الله عليهم، يعني الناس ديال البيزنس كيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع لي كليون بواحد الاداب، واحد الصواب، والاستقبال رائع. انا مشيت وزعما كان استقبال زعما ما شاء الله، شفتهم كيفاش كيتعاملوا ماشي غير معايا، مع الناس كاملين ما شاء الله عليهم، والله يسخر لهم في المشروع ديالهم.
كان فيديو اليوم، وهذا بالنسبة هذا هما الكواليس ديال آخر فيديو اللي خليت لكم غريبة ديال الكوكب بالنسبة للبنات اللي باقيين ما شافوهاش. كنصحكم أنكم تشوفوا الفيديو وأنكم تجربوا هاد الحلوة في العيد، لأنها كتجي بنينة بزاف وسهلة، ما غاديش تاخذ لكم بزاف ديال الوقت. وما نسيكمش إن شاء الله غنزل لكم حلوة ديال غريبة سميتة والصابلي، واحد العجينة كتجي غزالة بزاف وتشكروا منها بزاف الأشكال. شكرا على حسن المتابعة. ما تنسوش تشاركوا القناة ديالي مع أصدقائكم وأصحابكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.